نروح بقى معاكم من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك. والفريق النهارده هيختتم استعداداته عشان يواجه طلائع الجيش بكره ان شاء الله في منافسات الجوله الخامسه من بطوله رابطه الانديه. اعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمه الفريق لمباراه بكره، وجت قائمه نادي الزمالك كالتالي: في حراسه المرمى محمد عواد، سيد عطيه، وفي خط الدفاع محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، احمد زكي، محمد طارق، وفي خط الوسط محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد اشرف روقه، محمد حسام بيسو، ويوسف ابراهيم اوباما، واسلام جابر، ومحمد اوناجم، وماجد هاني، وسيد محمد عبد الله، وسيف جعفر، وفي خط الهجوم حسام اشرف، يوسف اسامه، عمر السعيد. الزمالك بيحتل المركز الخامس للمجموعه الثالثه في بطوله رابطه الانديه ورصيده 4 نقط جمعهم من فوز وتعادل وخسارتين عشان يتاكد خروجه من البطوله مبكرا. كمان الثنائي ايمن حفني وحازم امام بيواصلوا اداء البرنامج التاهيلي المخصص ليهم، وبيعاني ايمن حفني من اصابه في العضله الخلفيه، في حين بيعاني حازم امام من اصابه بكدمه في العضله الاماميه. كمان نجح مجلس اداره نادي الاسماعيلي بشكل رسمي ان هو يحصل على خدمات